احتلت بعض الدول العربية مرتبة متقدمة في تقرير لموقع أنسايدر مونكي، معتمدا على بيانات لتقرير بنك كريدي سويس حول ثروات الأمم الصادر في عام 2022، والذي جمع بيانات الدول حتى عام 2021. وأعاد تقرير ترتيب الدول من حيث الثروة، والتي قد يختلف كثيرا عن ترتيبها من حيث الناتج المحلي الإجمالي، مع تسارع وتيرة بناء الثروات في الدول الناشئة عنها في الدول المتقدمة من حيث الدخل. وفيما لم يختلف الترتيب كثيرا في المراكز العشرة الأولى بين ثروات الأمم والناتج المحلي الإجمالي، فإن التقرير يلقي الضوء على مؤشر هام حول جودة العيش، إذ لا يعني بالضرورة الدخل المنخفض جودة حياة أقل، خاصة وأن بعض الدول تتناسب فيها الأسعار مع الدخول بصورة كبيرة. وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز 24 عالميا في تقرير ترتيب الدول من حيث الثروة، مع صافي ثروة تقدر ب 2.7 تريليون دولار، بزيادة تبلغ 144% عن الإحصاء السابق في عام 2010. أما الإمارات فجاءت في المرتبة 37 عالميا من حيث صافي الثروة، والبالغة 994 مليار دولار، فيما اعتبر التقرير مصر واحدة من أغنى دول العالم، وصنفها في المرتبة 32 عالميا بصافي ثروة تزيد على 1.4 تريليون دولار. ويمثل صافي الثروة الوطنية القيمة الإجمالية لأصول الدول مطروحا منها التزاماتها، وذلك وفقا لمنهجيات التقرير. ويشمل صافي الثروة الجماعية التي يمتلكها سكان أمة في وقت معين، ويعد هذا المقياس مؤشرا حاسما لقدرة بلد ما على تحصل أو على تحمل الديون، وأيضا الحفاظ على الاتفاق، ويتأثر بعوامل مختلفة بما في ذلك أسعار العقارات وسوق الأسهم وأسعار الصرف والالتزامات والتركيبة السكانية، فضلا عن وجود الموارد البشرية والطبيعية والموارد ورأس المال والتقدم التكنولوجي. ترتيب أغنى 10 دول من حيث صافي الثروة، نجد في المرتبة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية بصافي ثروة يبلغ 145.8 تريليون دولار. أما المرتبة الثانية نجد الصين بصافي ثروة 85.1 تريليون دولار. المرتبة الثالثة كانت من نصيب اليابان بصافي ثروة ب 25.7 تريليون دولار. والمرتبة الرابعة فقد احتلتها ألمانيا بصافي ثروة 17.5 تريليون دولار. المرتبة الخامسة نجد المملكة المتحدة صافي الثروة 16.3 تريليون دولار. وسادسا نجد فرنسا ب 16 تريليون دولار. أما سابعا فنجد الهند 14.2 تريليون دولار. وكندا في المرتبة الثانية بصافي ثروة يبلغ 12.36 تريليون دولار. أما تاسعا فنجد إيطاليا ب 11.5 تريليون دولار. وعاشرا وفي المرتبة الأخيرة نجد أستراليا بصافي ثروة يبلغ 10.6 تريليون دولار.